الحكام عاد الى غرف تغيير الملابس. تم علمي بان الفريق الطيب فريق شخص كده يلبسوا الاسود والحكام يلبسوا الاسود، وبالتالي الحكام اضطروا الى السلام عليكم يوتيوب، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جوله جديده في عنابه، اليوم بدينا نصوروا في الميلوجمون باتيمون 2. جاتنا كورسه نورمالمون، نشوفوا ندينا المكتوب ان شاء الله. Yeah.
la place d'armes. خير انه وصلنا للكور يا اخو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. سيد بل السيد ايهات الجماعة نوبانو ضيصة فيروشي كسبة ديكا ديسكوبية كاليكا تاليد كانوا هالو كسبة دنيا العباد كسبة ايهات في النهار ما كانوا هالو الشلبة برك الشلبة كي عود بحر يخدم تقول طابلة تعييرة الله
الشباك يا خويا. الشباك ما خلوهاش. قولي نيت عي يطلع مارس برك. طلع مارس ولات غالية ياسر. غالية وعلاش باش كون كان الشعب يشري فيها خويا. قطعة الدودة هذيك أنا خليتها ب 60,000 درك بالك بالك من 100,000. تاع الدودة هذيك قرن ما شريتهاش أنا. كانت 40,000 لاباس العبد يقصر بها. سير ديناي ولد 100,000. 200 ولا 100 خويا ولا 120. كيلو ب 100 ولا 110 120. حايب والله. شرحنا مصيبة. تحكي لي هذيك قطعة السيد 10 كعبات دود تاع جنبو هذاك ب 50,000. سيدي سالم. سيدي سالم هذا. قداش راه؟ قال لي ب 50,000 شريت. ثم زوج كعبات ب 10,000. صحيح ياسر. بيزنس كبير ولا؟ ياسر ياسر. ومكة العبد يدورها ما يجبد الدود وفرات. خدمة. 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 لازمك تنحي الدود تروح تقيل. ويتعب البالا تعب البالا شبيك تضرب السوية وانت عقب البالا تكمل السياة تكمل تنحي الدود تعيا تموت رود قيل بس هدود لازم يتباع جديد ها؟ لازم يتباع جديد جديد يبيع فيها موتش هو كي تعود بالتراب تاعه بالكرتونة بالمبلولة وكام موتش يبقى حتى نهارين كي حب ربي حتى في الفريجيدار من تحت في الباب مع الخضرة جر وخليه هذا يبقى بخمسين في تسمى تحت شوية رطل سردين أخير لا يكون يعد ما نحبش نشراها أنا كاس بخمس بعشرة لا تحت سبب قد غير لا يكون لا يكون خيسة سنة بس يدا بها مش يعني حاجة حاجة مش حاجة هي ملاحة مش مش ملاحة بس تعبك جماعة هذوك مولوية يشريو في المتساقون يسيدوا بها لا حتى شي متساقون تخلص ما عليهش يشري ب 50,000 بركة 50,000 يشري ب 50,000 بدا يعطيك مكعبة سيدي با ربع كعبة ملاح خمسة مش كبار تقصها تسمى تقصر بها تقصر بها ملاحة متساقون في الصيادة ملاحة كلامار كل شغلة اخويا سيدي يموت بالبرد بدا يحكم الدار شو مسبل يا خويا فارغ البحر دول مليح قالوش ياسر مصلحة مليح درك او مليح مكر ما كان زيت القايلة جات الليلة هنا الربعة عندك منا الربعة تسلك الربعة حبي ليش منا برك أخويا ربي ايش ربي يحفظك ضربوا ندير ودور على الكورنيش جاي للدنيا تشهاب
داو صاي. تشكروا دعم لها حالة بدأت تتعمر إن شاء
اخر نقطه نذكره ان سيعمل الرياضي القسنطيني المرتبه الاولى ب 23 ونادي السريع بونا المرتبه الرابعه ب 17 نقطه ناقص مقابله نشوفوا تو قديش عندها راقده الوضعيه، ليسك باش تعتبروا عام طبقه متوسطه وعام طبقه فوق المتوسطه، هذا معناه يحل لنا مشاكل اكبر. وفاتن قالتها قالت راهو مش يحل لنا باب على الفساد. النقاش هذا نتصور نحن ماخذين الدعم اللي هو نتيجه لمنظومه اقتصاديه نحبوا نعتبروه هو المشكل، خاطر معناها برشا الدعم مشكل الدعم مشكل، لا الدعم نتيجه مشكلة اقتصادية. والحمد لله وفيت نحكي عليه معنا سيطة بعد الاقتصادية في كل سكتور فما ديكارتين فما دي مونوبول فما دي زوليكوبول نحكي بين في قطاع معين. مجلس المنافسة في تونس عبارة على كلوينين وقت اللي تخرج بلاغات وعندها حتى معنى، خاطر مجلس المنافسة أولا ماهوش مستقل على وزارة التجارة. شنو نعمل؟ ثانيا لازم نعطيو صلاحية لازمة لمجلس المنافسة. لا أبار حتى أبار هذه النقطة نحكيو فعليا الدولة شنو حقها عملت؟ حقت قلها ما تمشي قبل ما تمشي للدعم. أنت قبيلة حسب ما فهمتك حسام وهذا المفهوم هو معناه حتى كي تقرا التشخيص نتاع الوضع الاقتصادي في تونس كانوا احنا خلينا الصعيب اللي نجموا نصلحوا به الوضع الاقتصادي ومشينا اسهل حاجه هي حط ضرايب ورفع دعم هذوما اسهل. هو هذا لو الوضع المالي مش الوضع الاقتصادي. السلام عليكم. طلعني البارك بكا شمس جار الله يستر. بارك دوينا شير هذا يلزمنا الفوق هذاك نتاع القدام نتاع الشارج لازم العباد عندهم نفس الحقوق الاقتصاديه. لازم يكون عندنا كيما مجلس المنافسه دي بوفوار دو ريغولاسيون اللي قويين اللي نجموا يطبقوا القرارات نتاعهم اللي عندهم دي مويان
يشري تاو يشري الماء يشري فيه الماء وين معناه في الماء كملي طريقة كن يطلعت سيبا مش قاعدين ليكوا فيه ميك لسيب وما له لازم خاطر ما يخلطوش مشيت بالخضرة راح يكملي في طريقة كن يطلعت سيبا هكي عادي ديالي يدرك بعد راح يدرك كن يفرون بقى طالع دولة إذا كان الحق تحب تحب سيبا سيبا يراي عن شمس الفوق لازم
تنزل لعياط وش انا تطلع لي ما والو راه الدوله غير قادره باش توفر حتى ربي ساهل هي بيدها تستعرف تقول لك راه فما ان بورسونتاج ما نجم يجي كامل كونت وتغمض العين وتحل العين وتتصرف مع الحكايه تاع التهريب بطريقه معناها كيما هي دونك قديش بيدها سمعنا بطريقه 15 اي وش 12 اذا كان جا عندها هي الفرصه باش تدبر بيتين باش تدبر الرخصه وباش تخدم باش تدبر فينانسمون مع البنك باش تخدم على ما تنجمش دونك قاعدين نحكيوا على الدعم مشكله الدعم راهو الدعم نتيجه لمشكله اقتصاديه اذا كان ما حليناش مشكله اقتصاديه باش نقعدوا في مشكله ماليه واضح جدا يعطيك الصحه تفسير جيد جدا وواضح الوضع خلينا ناخذوا تليفون اخر ونعاودوا نخدموا مع حسام معايا عبد الكريم مرحبا اهلا بك اهلا وسهلا شكرا عبد 55 سنه من تونس سيدي اي تفضل اسمع فيك اي نعم اسمعني انا حبيت نحكي على مساله مبدئيه ولكن هذا المناخ بعد تخلص المهمه الدعم هو جزء من الموارد مش يعني دمهم واحد وان الترونزي برهكه في الاقتصاد يحوص واحد هو جزء من الموازنه من ميزانيه الدوله ميزانيه الدوله كيما الميزان عندك يعبروا دونك كي نعملوا لهم ايميسيون حتى كان على الدعم وهما ما همش دي كونيسور
هم مواطنين ومستهلكين وعندهم فلوس يتحكموا فيها وعندهم شاري وعندهم قدرة شرائية من حقهم زاد باش يعبروا على آرائهم. إذا بين قوسين تفضل كمل فكرتك. أنا مثلا كنت أنا يا أخوي من حب الشعب، علاش أنت تاخذ من ميزانية الدولة معناتها الدعم تاع فيه الشعب حاسين كما كيفهم حاسين هكا موجودة ديجا في تونس، ولا يجي يقول لك ربعوا في التلفاز لا 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 يلزق، تعطيه أنت من ميزانية معناتها من قوت الشعب تنحيلي من فلوسي، بس تعطي الواحد شهر جاي قال ربعوا في التلفاز لا يلزق، يعني هذا هي الشيء اللي كنا نقول فيه أنا، لأنه هذاك هو الثقافة اللي تبنات في تونس تبنات على الموديل هذاك وتبنات على الدعم هذاك. بس الحاجة اللي نحب نقولها كونه ما نجموش نمسوا لا نمسوا هذه المنظومة متاع الدعم بالآراء معناتها هكا متاع ناس مش مختصة ولا نمسوها على خاطر الدولة اليوم حاجتها بالدور دور الغاية كلهم يديهم معناتها 100 مليار ولا اللي هو راك نجم انت تستحصل على 8000 مليار. يا ما انا ما فهمتش شنو الفكرة اللي حبيت تقولها تاع الفكرة متاع تحكي لنا اللي ما يلزمش التوانسة يحكي في موضوع الدعم خاطر مش مختصين. هذه نقطة فهمت اعطيني ملخص الفكرة نتاعك عندك. شكون باش يربح؟ اعطيني فكرتك انت، زيني من الاسئله عبد الكريم، اعطيني رايك خل نختم يهدوك. اللي يدفع كي تاخذ ميزانيه الدوله كلها واليوم فما انا فضلت ديما نحن عندنا برشا ديشي ساعات واحد يتكلم كل كيف الامور. زيني من ديشي عبد الكريم اعطيني سؤالك ارجوك. انت اعطيني فكرتك. المستثمر المستثمر هو اللي قاعد يدفع في الدعم، لانك انت كي تاخذ ميزانيه الدوله كلها تلقاها اداءات والا ديون. الدولة ما عندهاش ما هيش طوبي في الدولة نتاع تونس، ما عندهاش بترول. سمعت شطوبي حيروا عباد. يقعد يدير شطوبي تاكسي سي زاد. التاكسي فات من شطوبي فات من شطوبي يا سيدي يخدم يحب سي صاي وصل بلاش. الدولة تاع تونس معناتها الدولة هاي الدار وقاعدين يحوسوا يهبطوك معاه. ما هو هذا هي هذه مصيبة احنا نقولوا معناها انت بالنسبة ليك عبد الكريم باش نخرج بفكرة بعد اذنك. تقول انت الدولة فلوسها الكل جاية من الضرائب تصلح المنوال الاقتصادي نتاعها وبعد تحكي على رفع دعم. واضح؟ اسمعني كي تقول موظف يدفع في اداءات راهو الموظف انا باش تكون موظف هو وظيفته الشركة. باه طيب جدا واضح. معناتها تخرج في المعلمين وتخلص في الواحد راهو الشهاري نتاع المعلمين. باهي. الاداءات نتاعهم والتنافس نتاعهم جاية من الاداءات اللي تدفع فيها المستثمرين، والمستفيد النهائي من 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 شو اسمه هذا الدعم هو المستهلك النهائي في الاخر اللي يشوف كعبة الجزور راهو هو مستفيد واللي يشوف كعبة البسكي راهو هو مستفيد. واضح واضح. نقولوا رانا خاطر بسرعة عبد الكريم نختم معاك ما عادش عندنا وقت خليك. الو تربي دونك حاجة واحدة فأنا أقول هل الموضوع بتاع الدعم موضوع المؤسسة العمومية موضوع ترتيح في الأجور التدين الخارجي إنتاج الفوسفات هذا يطرح حكي في روم ولا في غيره قدام الناس الكل وتجي المستثمرين. نعم ما تحكيوش فيه التوينز. لا خاطر المواطن يبدا يسمع ساعات يبدا يسمع في قد شيء يولي هو يغلي يولي يقول اه وانا ديما نتركوا فيا وش فيه الاخر عنده 3 دراهم هو اللي صوصون في الدعم. اي ساعات راك قاعد تحكم شويه على الشعب راه ماهمش اسي معناها ناس لهالدرجه بدائيين وطريقه ما يعرفوش يفرزوا معناها هذه الفكره هذه اللي تبدا عنا ساعات على الناس انهم ما يفهموش وفاسيلمون يلعبوا لهم بعقولهم مش ديما صحيحه. على كل حال شكرا لك عبد الكريم يعطيك الصحه تحيه لك نمشي لفتحي بسرعه. فتحي الو مرحبا سيدي مساء مدام الله يخليك. اون فا عندي 5 سنين وصديق 5 سنين خمسة سنين وانا خارج البيت 57 مرحبا يا سيدي مرحبا شكرا لك. ندخل مدام أمينة بارك الله فيك. أنا ما نحبش ندخل في التفاصيل تاع الدعم ومدام أنا ماذا بينا نمشوا لها حلول معقول باهي قل. أنا ما ماليش حتى مسؤول ولا حتى متدخل ولا حتى معارض ولا حتى هز يعطي في الحلول. أنا بالنسبة لي أنا وقت اللي رأيت الفول جديد من عندنا فوتنا أنا تمنيت الكلمة دي تقالت عندها مدة. أنا نصور أن الخطاب بتاع الدولة ولا بتاع الحكومة صراحة الشعب صراحة من أولها ولا الدولة ما عادش قادرة باش نجم تربي حاجات المواطن الضعيف ولا المتوسط. واضح. قلت أنا يا سيدي راهي الميزانية راهي الفلوس اللي أنا ما عادش عندي فلوس.
ما باش نجم نزيد هي الكاس باش نخلص باش نعمل كذا. السلام ورحمة الله. عطني الحاجة. احنا كمان بتوالي توا ما نحطوش. انت اليوم يا رب البوردان المواطن المواطن عطاه يقدم اللي وراه يوم واحد.
15 هذا. تقول السكر مش قاعد يسمى المواطن في السنة الأخيرة. السكر كان موجود، موجود بيترفع السنوات الأخيرة العام. هل احنا متخافين منه مش قادرين نستوعب السكر خاطر القدرة بتاع الملايين في الدولة تهرب. يعني فينا المونة نرجعوا تربيعين. عايش كل حاجة ربي يساهم. الدولة ما عادش عندها فلوس. الدولة ما عادش عندها فلوس، علاش ما عادش عندها فلوس؟ شنو قال أبو جهل؟ ماهيش قايمة أبو جهل بأنها تعلم الناس بحقيقة الوضع المالي نتاعها. الدولة مش قاعدة تقول هاي إمكانياتي المادية وهاو أنا شنو نجم نعمل شنو ما نجمش نعمل. والله مش كي تكون ميديسيون، الدولة مش قايمة أبو جهل نتاع اللي تعاون تهيئة المنظومة الجبهية نتاعها باش تاخذ الفلوس من حقها من عند العباد اللي قاعدة تمص في الأموال نتاعها وهكاك ترجع عندها قدرة مالية. خاطر علاش اليوم الدولة ما عادش قادرة تجيب السكر؟ خاطر اللي السكاوات عندنا قاعدة تستورد في السكر وتبيع في يد العام، علاش اليوم ما عادش تنجم تستورد القهوة؟ باش تستحق تستورد القهوة لازم تاخذ كريدي من عند مول البنك اللي عنده ماركة القهوة، على خاطر لسنوات عدة الدولة تبيع له في القهوة في الكوتا اللي هو أكثر واحد وبطريقة اللي تخسر فيها برشا. دونك الدولة مش الاقتصادية معناها اللي تقطع مع المشاكل بتاع الاقتصاد التونسي في ثواني. نهاية نقولوا راهو المشكلة مشكلة أجور، مشكلة مداخيل، مش مشكلة غلاء أسعار. التونسي حقه يدخل أكثر فلوس باش نجم يجيب. قداش حقه يدخل التونسي؟ والله ماهوش شيفر، يعني ماهوش شيفر يتعطى. التونسي حقه كي يمشي يلقى، كي يمشي يلقى، مش راهو التونسي كي يمشي يلوج على خدمة المفروض تبدا فما كونكورونس في المارشي اللي يرجع يدخل الخدمة نتاعو باش يبقى أحسن سالير. هو يدل على الخدمة، الكومبيتونس نتاعو تقول قداش السالير نتاعو. المشكلة مشكلة مواد مش مشكلة أسعار. المشكلة الثانية راهو الجهد المالي نتاع الدولة اللي كابتي قاعد يتصل لو كنت تحبوا تعطوا مشاكل الناس المالية نسيو ملي الريفليكس اللي عندكم تبداو مكتوب المواطن راهو الزويلي خليوه للآخرين. عندكم كل الأفضل. يعطيك صحة حسام، شكرا لك. كان ضيفنا اليوم حسام سعد عضو منظمة أليرت، تحدثنا على منظومة الدعم في تونس. ميرسي حسام، شكرا لك على قبول الدعوة على حضورك معنا. تحية لك بكل مرويات الإخراج، وسيم في الإخراج الرقمي، وشكل تقبل كذلك من الهاتف. معنا معكم من هذا الاثنين في فورم جديد في لمن بسلامة. Radio Iktashvo Tabo au Stando et Web Radio Mosaïque FM. Outil Tarab Gold DJ Melahal All over the world. Retrouve la www.mosaïquefm.net ou elle télécharge l'application Mosaïque FM. Musique safe, non-stop. Enjoy. Thank you.
شوية. متنك شو فيهم؟ على قال ينحيو التوت بدك ينحيو. هما يديروا الطل معليش خاطر دخل قبل يا بنتي نحصلوا في زوج الفور معليش اخويا بارك الله فيك ليش كان هذا ساهل ان شاء الله ايوا بسم مكسره
حد ما وصل. Thank you.
قالت لي دور منا وروح. اي ما عرفتش، هي ساكته
الراجل مسكين ومات. ما عطيتش هذاك ما عطيتش نودي منه خير ما عطيتش. اسمعك اش مشكل ديل رصاص ديش بنت يهود او حنا نتوما نخدموا برا هذيك الصباح فينا مليح يعني ما شفت معلق في بانو في السماء والله قاعد لبس اسمه اذا متخوي سيدي ايش 18 نمر احكم لك اسمع حكومه كذا وهم نعم طلعوا قبل اليوم صح صح حد هذوما اها مش خداره حاشاك خموات اه لعبات وحد لعبات مع بدرانكا الله يجبتها قابعة ما كنت حبيت قررتها قسموا بنا يقلبهم في الدار ولكن نساوش
الحكومة شبيه الدنيا كاملة فزت أخويا سبحان الله وبحمده إلا رحمة لا شفاق أخويا صح تي ودري تدرك مش كيما دايبك يخشوا يخشوا في لاديليسونس كيما درك تدرك كاريت أخويا والله كاريت يا ودم درك على طريق تربي إلى الدار تربي إلى والو 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 كيقولوا عندنا الشياب هذوك تغلط الحمار حتى الشياب درك راحوا هما في ذاتهم ما كانوهمش درك هذوما لي بارون تاع درك شويه صغار كيف كيف رايحين فاحش كيف كيف شويه نجم نقول كيف كيف ماشي ديفيرونس كبيره بيناتهم ما كانش وتلقى حتى هو قاعد يدير في العدم ملي كيتروح تلقى بالشاش كيف في الدار قاعد يتحرك ما يسكن حتى في البلفار يدير الشاش اش متربي انا مستعد ما غاديش تشوف ما تشوفوش تشوفوا غير هكا في الجهه الشاويه القبيلة ما تسمها موحدها ولاد كاسكيت تعطيك مقشاش مقشاش راحت التربية اخويا صدقني راحت صدقت الكبار راح كلش راح كلش شابك شاب انت كيف تحب تعبر عن شعورك انت تبيع بلا دروك وتحب الحكومة تقف معاك ما كانش منها ما عندك حتى حق يا حتى حق ما كانش اخويا صراحة راح شفت وليت ما كانش كما عندنا هنا في عنابة يا اخي قسمت هني يا رب الدواء هذا قسمت هني شي عندك ما تقول فيها والله بس شوية عندهم اخلاق خير منا شوية ناقصين قباحة شوية جد احنا عندنا صح عند الوجاع علي بو منجلي هذيك ولا علي منجلي واش يقول خينا الناس كل تم والله وحكمنا خدمة تم ورحمة المقاول اقسموا بالله والله ما فرق بعيد ودمي ما بينها وبين عنابة كان شي قباحة كبيرة كنت في الحجار وبقينا غديت التمة والله واحد واحد شكون ظهرت لي صيفي ديرو سيراسيون تم شو هكا وفي لي تون دار سامبل قال لي والله يا مولا خدمنيش المكتوب تاع الخدمة قال لي والله لازلت نهار حجارة في الحجارة قال لي خويا صراحة لا قلت في قلبي احنا مسافرين راح تاخذ دور يعني مع الزوجة تاعك مع امك مع اختك مع ولادك عادي يا غير انسى شو تروح شوية بعيد انت سيدي سلم ولا خير منا احنا ولا البحر تاعو خير منا خويا والله بيان سيدي روح عندي ولادك يعوموا كل واحد ما يديرونجيك ساعة يجيك باراسول وكلي مسخربية هذي باراسول وكلي يعني شوف فيها نورمال اخويا ما سمعت تاع وش اسمه هذاك رئيس بلدية تاع سريدي سريدي هذاك على كرون بلاج قال لي قال لهم قال لي عارف شنو في البوست والله بودني قال لي عارف قال لهم يجينا منها هذه تاع البحر يدخلوا بلاش هذي هذاك وكرمينا هذا وراجلي بعد ومن تم هو لازم يولي بالصوار ومن تم هو هذه تاع بلاش يخلي طرف صغير برك اللي من سيدي هيس اخويا يقول لي نقول لك وكرمينا هذاك ما نقول لهم هذه تاع بحر بلاش دايرين له فيديو بدا من هنا وقاعدين يكبروا فيه ويدخموا فيه وخرده ما كعاتها شيء انا والله كان يهضر في البوست والله كان يعجبني واش يدير وكذا بس راه تهضر الهضره هذه يا اخي اش عندي ما شفتي والو الحاج اوه الكرسي تاعنا المير هذا خير منه المير تاع النابا شوشان هذاك هذاك لاباس هذاك صافا قاسي هذاك والله كم يضربوهش هذاك من فوق من زاير هكا تعيط للسلطة والله واحد ما يسخرش لابس كورتك ربي يسهل لك شوف اقسم بالله ما يسخر في عنابة بسياسة هذيك ون الاخر ون صارت لها شو اسمها الحجة ما قرنيات تلقى سيارة لافوبار مش ياش هذيك البيطون يريب وتك عليها ما تقول لها تك عليها في 2020 ريب باطي ما نقول لك فيها وقت 15 مليار عطاها جابها تراب وقفل عليهم شوشان شوشان قاعد نتسمى قاعد الحكومة تدخل في روحها من فوق قالت الوزير يقول له سيبوا سيبوا ياش قالوا ما عندهم راح يدير سيبوا ولا ماك تعرف تحب تغني لنا دوك ندفقوا لك بريا قدك كوستيما قد بصح هنا في انا بقول ما يقدروا له
الدهشة من كل هنا. عندك تسمى الخامجة، الخامجة هي واهل عنابة زي هاي تسمى خامجة بصح نظيفة لها الرقابة جاي. لا مام اللي قاعدين يخمجوهم في التيري تسمى تلقاهم بنظيف بس صحيبي هنا ياسر اخويا. اه هم الاخوان اه هم لا ياسر اخويا فيها شعب شوية ما كان فيها شعب كلامي وما غيره كلامي وش خلاص نقصين تخافة مش متقف في الشعب هذه وين حبيت نوصل له شتي ما عندوش مستوى ثقافي خلاص عندوش تو سياحي جا صح والناس اللي عندها ثقافة ساكتة ما قولش يديروا هذا الشيء قولش صايب وتسمى وين زاد تهلكت هي روح نفس سيدي ياسر تم بلاد المافيا خويا اللي سي البوندية تتزايل وكلنا ما هنا ساكنين هنا البوندية تريزور تاع البنك تاعك 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 كل فوق تاع الاراضي تاع لاجون فونسيير كل فوق ياسر قوية ياسر خويا في البومبية عبالك شوف واحد بكري جارنا هذايا من لافامي ريزي معروفين عنابة بيان سير ريزي او ريزي عمر عمهم بعد نعرف واحد اسمه ريزي عمر بعد ها عمر البابايا ولد خوه ولد عمي مبروك تسمى خو عمي موعد لويز وكان ينطريني بقي كراش عطيك الصحة يا ولد كرتية تفيلي لويز يا خويا لويز خلاص يريح شي سيدة عبالك تلمو عاقل غيظ اخويا تلمو عاقل وعاقل وقبيه النار حمرا يا عبالي بيه بصح والله 400 غلبوه وهي بصح طب عبالي بيه يا عبالي بصح ديما تبسيمة في وجهه في وجهه عاقل ما يخر مع واحد المارك ما مطربيه مهبط راسه معدي ما خاطيه ليلي زي تسمى قريان اخويا خاطيه كلش هذا قلت لك عمه هذا تسمى ولد عمه هذا مسعود هذا مسعود خالق 1940 سما يشفى شوية على فرنسا ومن بعد هيك ولا يقرا مع الكور يقرا مع الكور نورمال الحق عليه ما عاد يخلع كي نط الحربة وسما في عمره 17 سنة تسمى وراجي هو في عمره 17 سنة معلم في الونزة قرية في العربية المهم صحابه كور قالوا له اشتاه سيدي عيسى هذي بكري خلاه وصاوه قالوا ينبضوه هنا هذي بلاصة تاع عناصر تاع الماء جبل هذي وقال لي مدير البيار ها يكمل جبل هذي هذا تيرا تسمى تيرا يخدم غير دي فيلا ار بليس ان ار بليس دو ما كانش يتحرك مش يتحرك مش يتحرك هو بعد مخدوم جبل هذا في الموطيف تاعه في الارشيتكتير تاع الموطيف تاع الزينه بعد في التزيان بعد مخدوم كيما هاك ما يجيش فيه بطيمات هذا خلاص ممنوع من عنبات نجي فيه بطيمات هذا والله 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 واش فيها كلام يقول طلعت ما ذاك تاع الجبل اقسم لك بالله العلي العظيم كنت تتحرك شويه ما تقومش عند فلاك عرب قاعدين يعوموا البطيمات ما بقيتش تهدر معايا كاين ما كبير هنا اخويا ما كبير في سيدي ياسر كاين 360 سورسه جاوا دوما لي بروموتير صحاب شكار هذا القص طاحوا عليهم باللي بليزروش طق 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 العنصر تاع الماء وين يروح يا ودي دير لازم انه يخرج لا كي ضربوا هما بالبليزروش ناضوا يطبطبوا في جبل كامل الماء مشى وتعذرت ها راح تقريبا واحد 180 سورسه ما كانش دابا نشفت ما كانهاش الماء مش ما كانش ديبلاسيه بتاعهم سيدي ياسر في بيجو وديك وانتم ديبلاس الماء وهذا الماء دركم ديبلاسي ونحبوا يروح دابا سيدي باو واش من دي جاي دابا صح المارياج هذايا هذا او قاوري هذا يعتبر هاد الكاريره كاريره المارياج او قاوري مولاها مولاها هاي الفيلم تاعو مديها ريزي بعد هادي هي ريزي تما كيسقسي عليها ريزي هذا الشاف عيطولو عمار الشاف ربي يرحمه هذا تاع الدار هذا تاع الدار وريزي وعم هذاك تسمى هما راك تعرف هذا كيما خذتها فرنسا بعد الدار كيما راهي ما يبيعوها تما مش بعينين
قول الاخر قولي يا امشي قولي هذاك قال له الريزي كي خرج من الكريير قال له غير نوفو باقول لهم يزيدوا يكسروا الحجر الجزائر قال الاداره الجزائريه وجا وقال لهم هكا لا تكسروا بيسكو ما كبير قالت تفيدوا على النبت فلقوها من هنا هذه كريارة دي هربوا منها عطيك سرطة راح جرعة جل ما دي قوى فيها اسمه بريزور تعمل مهنا شبيك يا رجل سيدي ايه سي ما كاملة وشبيك يا بحر من وراك شما كين كرتي وراها هي وراها موجة وشا بحر وفلتري من تحت الموز ناحي وبها الأزمة المالية ما يا هاي بشيمة ويبيعوا منها يتخرج تراك ثلاثة كل تشوفه من هنا ومطبقات ما كان حتى بلاص يدي والماء مو البصل نجيبها شو هي الداخل تكون أتعرف إن شاء الله آه عارفش إيه ده جبل هذا كشتي ريزية ما فيها آه هاي كدارها هذه كذا هذه كده بيت مبروك ليز درس حيبك هذه آه عمر 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 ريزية عمر شبي مكتوب باسمه نو هو سماه على عمه آه ريزية عمر هاي بيجي ما هاي بن كيمياء من كيتوس هذا كل حجر تحت الحجر اللي في باري منها بعد وين الفوق ذوك نعت هاي الكيمياء أكيد دور من هنا ذوك تشوفها دور شوي أنا ما عليه شغل زي كده أنا إني هنا تكفيني هاي كمان هي كي تخرج مني ذوك تشوفها مقبلات كي حجر الله يا الحمد لله شو جاية هاي دي هي هاي كحب الدور وعطول لي روح لي ذوك نعت هاي الدور في الدولة هذيك كتر كريارة دي كريارة هاي كريارة هاي الحجر هذاك مريب او ريب وما رياش كامل هذا هذاك كامل ما من وراه قال له كون زيد تكمل فضة الحكاية دور من هنا اخر قال له كون تكمل فضة الحكاية يا ابراهيم لباس اخوي يرحم والديك عايش بصحيبي ربي يسهل قطع خيرك على المعلومات عايش معلومة هي ثم كل تليزولي وراجع ما فيها كام ذلك وكيف هلو يدير طبابة إذا كان هاتشي فاني فارغ ولا فاني فارغ عندك أنت بنتك تخش لك على ساعتين تليل ولا تخرج ربي يسترنا يا ربي يسترنا صح أخوي ربي يسهل مشكل كبير تاع ما والماء يطيش اروح انت وفرز على الحكايه
ندخل الكوبات راه نديرو طله.
الى فوق بالطرف ثم نعود الى عزبي الحواجي خط ورا دي فوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ماشي هابي بيرثدي فطومه.
كبير الحين نقول ان الحقيقه دي بس يوم بايم قال يدفع فاي قال يفعل فرودة لما الفين واحد جا قارا وريه لا لا مي جاي قاريش كيش فرودة انا اكتشوف كنا غير تحب الدواب والغبرة والزطنة هنا الباصة هادية الباصة لا لا يسوق فيها موت وصحي الحاجة انا يقول لك بقري هالبلاص ظالم منوها العرب منوها العرب منو هادي بنو العرب قدني فرقت كبيره قلت انه العرب وينهم منهم العرب تاع فرنسا هذا كل تاع فرنسا ما كان حد شيء تاع العرب منهم العرب يا عيات هذه كلها ولا هذا بالك هذا لا خالك ما كانش ما كانش عرب خلاص ما كانش صح كانش قد نقلب في راسي قد نقلب هم العرب بن عربي بهم لك اخويا العرب غير قريب العرب راه تاع ترياب صح كلش تاع فرنسا كلش تاع فرنسا بين المسجد آه. مسجد صح مسجد قديم خلاص 1700 واخيرا 1800 فرنسا دخلت في 1830 دركا هذه البنية هذه اللي تشوفها كاش كلش فرنسا مكان والله كبيرة قد نقص كسكوت ونتعجب جامع تاع فرنسا تاع فرنسا تاع فرنسا الحكي يوش يعني زوج ديارة دمة يعني لا مكاش مكاش حاجة دا فرنسا مين دا فرنسا باين انا سبعون هادي عيات كلش فرنسا هيكو في الناس بركة بكاك بركة وقيلة كداك بركة هيكو في الناس بركة بكش ما العرب كان عندهم حمام هنا ولا حاجة قل لك ايه تاع العرب اه كان حاجي اه شو كل الشعال هي كل ما قال واحد ام فورك سبور الله العالم هودو هكا اه لبينا بكار اللي بنقول تحب هو هي اللي تحت خير هي التحت خير اه باهي جيني قرب يتهزم تعور روحك حتى تلفزيوني وتلفزيونات اخرين وسيدي جوج ولا يخدم ليه هذا السيد هو صاحبي يخدم هو الخدمه يخدم يخدم كوندور يخدم مهما كان تلفزيون صح يخدم اي تخيل تلفزيون يغيب لك ولا عندي كوندور سينو نديه له هذا كنا عدوه لك اخو وديه له خدام وثيقه وكل منا بكبر ريت مليعت المحبان كديطال سبغ نجال تعليا مالو مالو راني هاي مهمي من ترجال فصال ونسال عليه من سباني بنجالو بنجالو ما بيا غير خايف ما بيا غير خايف مشتاق يالو ما بيا غير خايف مشتاق يا لو
عليك نطرح سؤالي جاوبيني في الحين قولي لي يا غزالي علاش ما تفارقين الغلطة ماشي ديالي أجي نفهمو الاثنين راني صادق في قوالي حبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا زين خلي والماضي تكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يعد يحكم يعرف كيف بدا نخلي والماضي تكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يحكم يعرف كيف بدات ويبين من هو الظالم ما معاش حيلات انا فيك عمري ما نسلم ما بدن اياد دعون الله دعالي عليك نطرح سؤالي شوقي تلقين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين الغلطة ماشي ديالي هاجي نفهمو الاثنين راني صادق في قوالي حبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا زين حبيتك بالصفة والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان حبيتك بالصفة والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان مهما كويتي شحال منك يا درتك الإحسان كيف تكوني بعيدة عليا يبحان وميد فلان صوتك راس خافي بالي عليك نطرح سؤالي جاوبي قولي لي يا غزالي علاش متفارقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين راني صادق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك في العهد بخلاص وفيت عمري كدبت عليك قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك في العهد بخلاص وفيت عمري كدبت عليك انت اللي في حياتي تمنيت تكوني لي شريك على اليوم يا حبيبي شفيت وخليتني يا الغالي خليتني يا الغالي عليك نطرح سؤالي جاوبي الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين والله ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين راني صادق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا زين أبدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة نتمنى طلبي وفري وتزولي اللي عاد أبدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة نتمنى طلبي وفري وتزولي اللي عاد نتبلي منامي بقد الغالي مشموم الخودات على سنة سيد الأرسالي زال عائلات
قدرة الله العالي عليك نطرح سؤالي قولي لي يا غزالي علاش متفرقين غلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الجميع راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيد الغيرة يا زين مادام العمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات قلبي يعلم به العالم مول العظمات مادام العمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات قلبي يعلم به العالم مول العظمات سبحان الجليل الدايم سلك الوحلات يوفي لي قصدي وينعم على عباد الخيرات قول الموالي عليك نطرح سؤالي جاوبيني الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين راني صادق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا كنت روح ما لقيت له الجواب لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب السؤال بقمت روح ما لقيت له الجواب لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب نرسل أهلي ديروا الفتوح بحضور الأحباب تفرحي والغيرة تروح ترجعي لي حلالي بعون الله العالي عليك نطرح سؤالي جاوبي الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين غلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الدنيا راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا زين موعود ليك في السعادة والخير واللي بغى قلبك يحضر إليك انتي ناوية ترميني في وعلاش الغدر ماشي حق عليك وعلاش ناوية ترميني في بير علاش الغدر وعلاش علاش الغدر وعلاش علاش الغدر ماشي حق عليك علاش الغدر وعلاش علاش الغدر وعلاش علاش الغدر ماشي حق عليك علاش الغدر ماشي حق عليك
بنيت ليك حيوتك بالساس حيوتك بالساس زوقت كيف راد الخاطر بالوان 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 الخاطر بالوان حتى المياه جرات بالخصاص جرات بالخصاص وعملت طيري غني بالحان 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 يغني بالحان بنيت ليك حيوتك بالساس حيوتك بالساس وزوقت الفراد الخاطر بالوان 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 الخاطر بالوان حتى المياه جات بالخصاص جات بالخصاص وعملت طيري غني بالحان 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 يغني بالحان الحب يا الغدارات يجي العين تنهدى ماشي خسارة فيك انتي معودة عليا بالتدمير هكذا الخير يتعود كيديك وعلاش يا النكرة العشرة والخير علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر ماشي حق عليك علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر وعلاش